نشرة أخبار منتصف الليل من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. أحزاب تعلن تكوين تنسيقية للدفاع عن الديمقراطية، وتطالب رئيس الجمهورية بالقيام بالإصلاحات وفق الآليات التي يتضمنها الدستور. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤكد في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا رجع عنه. الترفيع في أسعار البذور الممتازة، المنظمة الفلاحية تحذر من تداعياتها على الفلاح، ووزارة الإشراف تعتبرها تحيينا للأسعار بعد الزيادة في سعر الإنتاج. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. أعلنت أحزاب كل من التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وأفاق تونس والجمهوري، أعلنت تأسيس تنسيقية للدفاع عن الديمقراطية، وطالبت رئيس الجمهورية بالعودة إلى المسار الديمقراطي والقيام بإصلاحات وفق الآليات التي يتضمنها الدستور. كان ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بالعاصمة. مع دخول التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد شهرها الثالث، جدد أمناء أحزاب التيار والتكتل وأفاق والجمهوري رفضهم للأمر الرئاسي الذي أقر بموجبه رئيس الدولة مواصلة التدابير الاستثنائية، ووضع تدابير خاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وطالبوا رئيس الجمهورية بالتراجع عن هكذا قرارات وفتح باب الحوار والتشاور. نحن قبل الحوار يلزم السيد رئيس الجمهورية يتراجع على القرارات، لأن القرارات هذه هو أغلق باب الحوار، أغلق باب التشاركية، أغلق باب الدستور. الخطوة الأولى والضرورية اللي طالب بها رئيس الجمهورية أن يعود إلى الدستور، أن يعود إلى احترام العقد اللي هو ملتزم به إزاء التونسيين، وأن يعتبر أن أزمة تونس هي كل التونسيين معنيين بها، تونس الكل شركاء في هذا الوطن. وطن قد يشهد أزمة اقتصادية مماثلة لتلك التي تعيش على وقعها دولة لبنان منذ أشهر، حسب أمناء أحزاب التيار والتكتل والجمهوري وأفاق، الذين يقولون أنهم مستعدون لخوض جميع أشكال النضال السلمي المتاحة للدفاع عن مكتسبات الديمقراطية. راهو مازالوا أشهر وأسابيع أمام ينجم يصير تونس القضية دي. مديونية ممكن ما تخلصش، ممكن ما عادش النجم نوردوا لهين فاش في تأويل، وهذا باهي وهذاك معايا، والأحزاب ما يصلحوا لشيء، والناس كل فرد شكارة، وهز لوح الناس الكل، وهذا مواطنيين وهذا مخونة للبلاد. احنا نعتبر روحنا وطنيين، نعتبر روحنا نحب التوانسة ونحب تونس. انتظارنا هو بطبيعة الحال باش يكون سلمي، وسوف نوسع معناها قاعدة الالتقاء هذا إلى بالخصوص الأحزاب القريبة منا الديمقراطية التقدمية، وإلى منظمات المجتمع المدني من أجل خلق رأي عام يخالف هذا ويعقل الخروج من الأزمة. كما أكد أمناء أحزاب التكتل والتيار والجمهوري وأفاق بأنهم ماضون باتجاه تكثيف اللقاءات والمشاورات مع أحزاب أخرى ومنظمات وشخصيات، وذلك للحيلولة دون احتمال صدام محتمل في الشارع بين المؤيدين والرافضين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق تعبيرهم. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي خلال مداخلته في النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد أن التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد هدفها تصحيح المسار الديمقراطي، مشددا على أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنها. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي تعليقه على القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي إن تونس شرعت في بناء قدرتها على الثبات بالأمل بالتأسيس إلى ديمقراطية حقيقية وسليمة. أي شرعنا في تونس اليوم في بناء قدراتنا على الثبات بالأمل بالتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة تستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحريته وكرامته.
كما أكد الجرندي أن الوضع الخطير الذي تردت إليه الدولة جراء التجاذبات السياسية العميقة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية استوجب تدخل رئيس الجمهورية واتخاذه جملة من القرارات والإجراءات الاستثنائية استنادا إلى نص الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وفقا لإرادة الشعب التونسي. الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وإن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومساندة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وهو ما فتئ سيادة رئيس الجمهورية يشدد عليه في جميع المناسبات. كما تطرق وزير الخارجية في كلمته إلى احتضان تونس خلال شهر نوفمبر المقبل إلى الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، وإلى القمة 8 في غضون سنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا. ستحتضن بلادي الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة يومي 20 و21 نوفمبر 2021، وستمثل هذه القمة محطة هامة نحو تعزيز التضامن والقيم الكونية المشتركة للتعايش الإنساني والحضاري، كما ستكون تونس كذلك جسر للتعاون الاقتصادي والتنموي بما يساعد على تحقيق التنمية المتضامنة والمتكافئة من خلال احتضانها السنة القادمة للقمة 8 لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا تيكاد 8. وفي تعليقه على القضايا العربية والدولية الساخنة أكد عثمان الجرندي مواصلة تونس مساهمتها البناءة في بلورة الحلول للعديد من القضايا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول والتأسيس لمرحلة جديدة من التضامن في العلاقات الدولية، مشيرا إلى أنها لن تدخر جهدا في تحقيق التطلعات المشتركة إلى المستقبل وإلى تنشيط منظمة الأمم المتحدة ضمن خطة مشتركة. وبعد التطرق إلى الملف الليبي أكد وزير الشؤون الخارجية استعداد تونس لمواصلة الدور المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا. كما أكد الجرندي أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى تونس تبقى القضية الجوهرية، مشددا على ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الأعزل. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري زيادة في أسعار البذور الممتزة، زيادة حذر منها اتحاد الفلاحة والصيد البحري واعتبرها قرارا أحادي الجانب وله تداعيات وخيمة على مقدرة الفلاح والقطاع ككل. على مساحة تقارب 1,130,000 هكتارا بدأت الجرارات في عمليات الحرث استعدادا لانطلاق موسم البذر في الزراعات الكبرى، ليفاجأ الفلاحون بالترفيع في سعر الحبوب الممتازة، زيادة استنكرها الفلاحون الذين عبروا عن عجزهم في مجابهة تكاليف الإنتاج التي قالوا إنها أرهقتهم. الفلاح اليوم عنده بريسك 3 سنين 4 سنين جفاف، ما صور حتى شيء، السنه مع زياده نتاع المونيتر، مع زياده نتاع الدي بي، مع زياده نتاع القمح، ما فهمتش انا الدوله وين تحب تمشي. كل يوم نفيقوا نلقوا كل شيء قاعد يزيد، انك تزيد في الاسعار المدخلات كيما زياده القمح البارح، فهمت؟ وممتون تطلب انك تنقص في المنتوج ولا في للمستهلك، ما تقابلش بعضها. شكون مازال باش يتشجع تو؟ اللي كان باش يزرع مساحة معينة يولي يقول لك اخويا نمشي انا نكليها تو، فهمت؟ يزرع اللي يحب هو، نحط سورداتي في جيبي. الفلاح ماهوش قادر باش يزرع السنة بالاسوام القديمة، زيد اليوم زيد وانت في كل شيء، يعني في الاسمدة في البذور في الادوية، مش معقول. لكن احنا جفاف 3 سنين ويا رسول الله ونزيدوا ندفعوا 10,000 في القنطار نتاع الشعير. زيادة حذر من تداعياتها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على سير تقدم الموسم الفلاحي وعلى مستقبل القطاع، حيث اعتبرت المنظمة قرار الزيادة قرارا أحاديا ويتنافى مع ما اتفق عليه مع وزارة الإشراف. تم الاتفاق في جلسة يوم 10 سبتمبر من الشهر الحالي مع سلطة الإشراف أنه سيقع المحافظة على نفس الأسعار من الموسم الماضي، لكن مع الأسف تم انقاذ هذا الاتفاق، وبالتالي هذا يخلف استياء كبير لدى الفلاحين، خاصة اليوم احنا الفلاحة خارجين من زوز مواسم تقريبا على مستوى زراعة الكبرى، زوز مواسم ضعيفة ومواسم صعبة، وبالتالي اليوم مش يخلي العديد من الفلاحة يتخلاوا على نشاطهم
نظرا لعدم قدرتهم على مجابهة ماديا خاصة المواسم. من جهتها قالت وزارة الفلاحة على لسان كاهية مدير حبوب محمد علي بن رمضان إن هذا القرار يعتبر تحيينا في الأسعار، وقد جاء على إثر زيادة في سعر الإنتاج. بذور القمح السلب 5 دينارات من 107 يولي 112، معناها بذور القمح السلب ولات 112 دينار، القمح اللين زيادة ب4 دينارات ليصبح 95 دينار، وبالنسبة للشعير والتريتيكال من 85 يولي 90 دينار طاري بال100 كيلو، معناها هذوما الزيادات اللي صارت. كي نشوفوها على مستوى الكلفة نلقى معناها تقريبا 0.25% معناها من كلفة الإنتاج. الحاجة الباهية اللي سناء فما برنامج بتاع زيادة في الكميات، توفير 350 ألف قنطار مقابل عام ناول 300 ألف قنطار. نهني الفلاحين اللي ربما صارت زيادات، لكن في إطار معناها المراجعة الدورية لكلفة الإنتاج نجموا ربما مع سلطة الإشراف مع الحكومة تصير زيادات زادة في السعر عند الإنتاج. هذا وتشير تقديرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الحبوب إلى توقعات بزيادة في الإنتاج هذه السنة بعد أن بلغ السنة الماضية 16.4 مليون قنطار، توقعات تبقى تقديرات إنتاجها رهين موسم الأمطار. أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرة الدخول إلى التونسيين والجزائريين والمغاربة، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية حسب تعبيره لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني. في خطوة غير مسبوقة قررت فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها لمواطني كل من تونس والجزائر والمغرب، خطوة وإن وصفها الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال بالضرورية فإنها تأتي على حد قوله ردا على رفض هذه الدول الثلاثة إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية. إنه قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاءهم في فرنسا. وفق تصريحات الناطق باسم الحكومة الفرنسية سيتم تخفيض التأشيرات الصادرة للمواطنين المغاربة والجزائريين بنسبة 50%، أما بالنسبة للمواطنين التونسيين فسيتم خفض التأشيرات لهم بحوالي 33%. قرار باريس، والذي يبدو أنه جاء كردة فعل بعد فشل الاجتماعات التي قام بها المسؤولون الفرنسيون إلى الدول المعنية في حل ملف ترحيل مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها، وصفته المغرب بغير المبرر، مؤكدة أنها سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية. وبحسب القوانين المعمول بها فإن السلطات الفرنسية لا تستطيع إعادة أي مهاجر ترفض باريس طلبه للجوء أو الحصول على تأشيرة إلا بعد الحصول على تصريح قنصلي من بلده الأصلي. هذا وتمثل قضية الهجرة أحد المسائل الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا الثلاثاء مع الجنرال ستيفن تاونساند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الذي يزور ليبيا حاليا، بحث التعاون الأمني والعسكري المشترك بين البلدين. كما التقى رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيب الجنرال ستيفن تاونساند، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك فيما يخدم استقرار المنطقة وأمنها. قالت المخابرات العامة السودانية إن 5 ضباط قتلوا في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي أمس الثلاثاء. أضافت أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في جلسة بالكونغرس أمس الثلاثاء إن الانهيار المفاجئ للجيش الأفغاني فاجأ البنتاغون، واعترف بخطأ الحسابات في أطول حرب أمريكية بما في ذلك ما يتعلق بالفساد والأضرار المعنوية في صفوف الأفغان.
وتعقد اللجنتان المشرفتان على الجيش الأمريكي بمجلسي الشيوخ والنواب جلسات استماع الثلاثاء والأربعاء. وتأتي الجلسات الحالية في أعقاب استجواب مماثل قبل أسبوعين لوزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي دافع بقوة عن إدارته في الوقت الذي وجهت له دعوة للاستقالة. ونختم بهذا الخبر الرياضي. تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 16 عالميا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة شيكاغو إثر فوزها على التايوانية سو واي المصنفة 97 عالميا بنتيجة شوطين لصفر في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء. وستواجه جابر في الدور ثمن النهائي المتاهلة من المباراة التي ستجمع اليوم الأربعاء الأمريكية جيسيكا بيغولا والألمانية أندريا بيتكوفيتش. إلى التذكير بالعناوين. أحزاب تعلن تكوين تنسيقية للدفاع عن الديمقراطية وتطالب رئيس الجمهورية بالقيام بالإصلاحات وفق الآليات التي يتضمنها الدستور. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج يؤكد في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنها. الترفيع في أسعار البذور الممتازة، المنظمة الفلاحية تحذر من تداعياتها على الفلاح، ووزارة الإشراف تعتبرها تحيينا للأسعار بعد الزيادة في سعر الإنتاج. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في بونتين. ليلة طيبة للجميع، كونوا بخير، إلى اللقاء.